مشاهدينا ومتابعينا الكرام، لازلنا نتواصل معكم مع انطلاقات أشواط الخير والبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا السباق المحلي الثالث. نتواصل في سن اللقاية، سن الإبكار، ينطلق شوطنا 17 على البركة، ومسافتنا المعتادة والمقررة هي 4 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة في هذا اليوم. نهني جميع الأخوان الفائزين في الأشواط الماضية. أبدأ مباشرة متابعينا الكرام مع المركز الأول وتابع الصدارة والانطلاق الأول، براقة فهد بن علي بن فهد الزبدان المري يقدم براقة على المركز الأول. المركز الثاني ناخذ المركز الثاني، هنا شهرة من تنطلق بثاني مراكز بالشعار البرشلوني، سعد بن عزاب بخاتم النعيمي مع ثاني مراكز. المركز الثالث من الجانب الآخر، هنا الانطلاق والتحدي من الغزيل لجابر بن صالح بن حمد بن ضرمان المري من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع، رابع التحديات، هنا الانطلاق والتحدي من الشهانية محمد بن حمد بن جر الله بن جهويل المري على رابع المراكز. المركز الخامس، خامس التحديات، هنا الانطلاق والتحدي في هذه اللحظات من هقوة لحمد بن راشد بن محمد الزبدان المري. إذن متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع أول كيلو ينقضي من عمر هذا الشوط. هنا الانطلاق الأول، شعار الزبداني على الصدارة مع الانطلاق الأول مع براقة من تبرق على الصدارة، من تنطلق لفهيد بن علي بن فهيد الزبداني المري يقدم براقة على أول المراكز. المركز الثاني، ثاني التحديات، هنا الانطلاقة والتحدي من الغزيل لجابر بن صالح بن علي بن حمد بن ضرمان المري. المركز الثالث، وتابع الانطلاقة في هذه اللحظة والتواجد هنا من جمايل محمد بن راشد بن عبيد بن مريزيك المري من غير وانتقل مباشرة إلى ثاني مراكز. المركز الرابع، ناخذ المركز الرابع، هنا الانطلاقة شعار شهرة لسعد بعزان بالخاتم النعيمي، بينما المركز الخامس، خامس التحديات، وبرة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني يقدم وبرة، ولكن خطوط ينخطف من وبرة على المركز الخامس. هنا الانطلاقة من شعلة لخالد بن ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري على خامس المراكز. إذا المتابعين الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع الصدارة مع الانطلاق الأول مع التحدي الأول، براقة فهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري يقدم براقة على أول المراكز. المركز الثاني، ثاني التحديات، هنا الانطلاق والتحدي في هذا الشوط، هنا القدوم من جمايل محمد بن راشد بن عبيد بن مريزيك المري على ثاني المراكز. ناخذ المركز الثالث، وتابع شهرة من تحتل المركز الثالث لسعد بن عنزان بالخاتم العنزان النعيمي مع ثالث المراكز، وانطلاقة شهرة في هذا الشوط على ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع التحديات، هنا شعلة لحمد بن ناصر بن مبارك بن حباب الهاجري من ينطلق في رابع المراكز. المركز الخامس، آخذ اللي خذت المركز الخامس، وأول نداء مشاهدينا الكرام، الشعار السماوي، الشعار البحري، نعم هذا هو الشعار مشاهدينا الكرام. محمد بن حمد بن جر الله بن جهويل المري يتقدم مع المركز الخامس مع الشهانية. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة إلى المركز الأول مع الانطلاق الأول مع التحدي الأول. هنا الانطلاق في هذا الشوط مشاهدينا الكرام من براقة لفهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري من يسيطر على مقدمة الشوط. المركز الثاني، يا سلام، ثاني مراكز، هنا الانطلاق من الجانب الآخر، القدوم في هذه اللحظات والانطلاق من جمايل لمحمد بن راشد بن عبيد بن مريزيق المري يقدم لنا جمايل على ثاني مراكز. المركز الثالث، وتابع شهرة تنطلق في ثالث المراكز، شهرة من تحتل المركز الثالث سعد بن عزاب بخاتم النعيمي. المركز الرابع، وتابع الاسم القادم، وصلت صعوبة، وأول نداء لصعوبة من تحتل المركز الرابع لصالح بن سالم بن محمد بن جهويل المري. المركز الخامس، نتعرف على خامس المراكز، هنا القدوم والتحدي في هذا الشوط من مسناد لحمد بن صالح بن حمد بن جرحب
المري، ولكن أتابع من غيرت إلى خامس المراكز وانتقلت نقلة ممتازة. وأنا مشاهدين الكرام والانطلاقة من حرقة لخالد بن محمد بن عبد الله العطية. إذا المتابعين الكرام نعود مع أجواء الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، وهنا الصدارة والانطلاق الأول والتحدي الأول. شعار بن عنزان على الصدارة مع انطلاقة شهرة، وتريد الشهرة في هذا الشوط، ولكن نتابع. يا سلام يا سلام، صعوبة من غيرت على الصدارة، صعوبة انطلقت في مقدمة الشوط. صالح بن سالم بن جهويل المري مع المركز الأول، مع الانطلاق الأول، مع التحدي الأول في شوط الصعوبة. هنا انطلاقة مميزة، شعار صالح بن سالم بن جهويل المري المركز الثاني. هنا الانطلاق من شهرة للساعد بن عزاب بن خاتم النعيمي، ولكن اعود مع صعوبة من تنطلق مع الامتار الاخيرة، وايضا امتار الصعوبة مع انطلاقة هذا الشعار المميز. صالح بن سالم بن جهويل المري ينطلق مع صعوبة على الصدارة، مع الانطلاق الاول، مع التحدي الاول، يعلن ايضا الانفراد عن بقية المراكز، ويعلن ايضا الفوز والانتصار من الميتين متر الاخيرة. ينطلق شعار بن جهويل على الصدارة مع صعوبة، وصعوبة الفوز والناموس مع صعوبة لصالح بن سالم بن محمد بن جهويل المري مع المية متر الأخيرة. ينطلق وينفرد عن بقية المراكز. تهانينا وألف مبروك لمالك صعوبة صالح بن سالم بن محمد بن جهويل المري على فوز صعوبة بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول، المركز الثاني كان الوصول من حنين لسعود بن محمد الدوسري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من حرقة لخالد بن محمد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع كان الوصول من جمايل محمد بن راشد بن عبيد بن مريزيك المري. المركز الخامس، خامس المراكز، شجون لعلي بن طالب محمد بن شفيع المري. إذا المتابعين الكرام، تهانينا والناموس لمالك صعوبة من فازت في هذا الشوط، مع صالح بن سالم بن محمد بن جهويل المري. والتوقيت الزمني 6:18 91 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام من حنين لسعود بن محمد بن ضاوي الدوسري. والتوقيت الزمني 6:26 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من حرقة لخالد بن محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والتوقيت الزمني 6:26 87 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.